الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين من ابواب كتاب الكافي الشريف باب في ان الائمه صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء. في هذا الباب يجمع الكُليني بعض الروايات يرويها عن رسول الله وعن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في أنهم وإن تفاضلوا بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه واله أفضل من الأئمة. وأن أمير المؤمنين علياً عليه السلام أفضل من سائر الأئمة، ثم الأفضل الحسن عليه السلام، ثم الأفضل الحسين عليه السلام. وهكذا وسننقل في آخر هذه الحلقة كلام الكراتشكي في تفضيل سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أو التفاضل بينهم. صحيح هناك أفضلية ولكن في بعض الامور هم سواء يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور واحد وخلق اجسامهم من اعلى عليين وهو اعلى منطقه في الجنه وجميع ما علمه الرسول صلى الله عليه واله يعني الله علم الرسول جميع العلوم أمره أن يعلمها أمير المؤمنين علي عليه السلام وهكذا سائر الأئمة وفي صفاتهم كالشجاعة أيضا سواء ولكن لرسول الله صلى الله عليه وآله فضله فهو أفضل منهم ولأمير المؤمنين فضله فهو بعد الرسول أفضل من سائر الأئمة وهكذا هذا خلاصة أحاديث هذا الباب ويتضمن تفسيرا او تاويلا لبعض الايات القرانيه. الحديث الاول عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق قال: قال الله تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. هذه في سوره الطور الآية 21 قال: "الذين آمنوا النبي وأمير المؤمنين وذريته الأئمة الأوصياء صلوات الله عليهم ألحقنا بهم ولم ننقص ذريتهم الحجة" التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة. هذه الآية الشريفة أول نذكر تفسيرها ثم بعد ذلك نذكر المصاديق المختلفة التي لهذه الآية الشريفة ومن تلك المصاديق ما يبينه هذا الحديث الشريف. المؤمنون درجات تشوف واحد إيمانه بدرجة عالية واحد إيمانه بدرجة أعلى، حتى في الأسرة الواحدة قد تجد الأب والأبناء بعضهم أشد إيمانا من بعض، في يوم القيامة الجنة درجات، ودرجات الجنة تختلف حسب بعض الروايات درجات الجنه بعدد ايات القران كلما قرا الانسان ايه رقى درجه في الاخره يعني اكو درجه في اعلى الجنه واكو درجه اذا جاز التعبير في اسفل الجنه وبينهما اكثر من سته الاف درجه بعدد ايات القران يمكن واحد يكون مؤمن في درجه اعلى ابن مؤمن في درجة أدنى. الله سبحانه وتعالى من فضله على المؤمنين أن في يوم القيامة يلحق الأدنى بالأعلى. الابن الأدنى يلحقه بالأب الأعلى. لماذا؟ حتى تكتمل نعمتهم. حتى يجتمعون في جوار رب العالمين والجوار هنا معنى مجازي يعني في رحمة رب العالمين ومع ذلك منزلة كل واحد كل واحد منهم تكون محفوظة يعني أفرض مثلا عائلة الأب ثري والأبناء أثرياء لكن ثرواتهم تتفاوت هؤلاء حينما يجتمعون في قعده في ضيافه في مناسبه يتسامرون فيما بينهم يلتذون من جوار بعضهم بعضا اهل الجنه كذلك الله سبحانه وتعالى لا ينزل الاعلى الى درجه الاسفل هذا خلاف لطف الله سبحانه وتعالى وإنما يصعد الأسفل الى درجة الأعلى مع بقاء الفضل الأعلى لعل الأعلى يكون مع الأسفل في درجة واحدة لكن تنعم الأعلى يكون أكثر التذاذه بنعم الجنة تكون اكثر يكون أكثر وهذا يمكن، احنا أحيانا نشوف مثلا في ضيافة واحدة والطعام واحد، واحد يحب هذا الطعام فيلتذ بأكله، واحد ما يحبه لكن من باب أنه في ضيافة فيأكله لا رغبة فيه. وكذلك حب انسان لطعام قد يكون اكثر من حب شخص اخر لذلك الطعام، فهذا ياكله بلذه اكبر وذلك ياكله بلذه اقل، وهما على مائده واحده وفي مكان واحد، فالله سبحانه وتعالى لا ينزل الاعلى الى درجه الاسفل، وانما يصعد الاسفل الى درجه الاعلى. ومع ذلك يبقى للأعلى فضله واحد لا يفكر أنه زين ما دام هكذا فالإنسان سواء كان أعلى أو أسفل ما كفر لأنه سيصعد إلى الدرجة العليا كلا صحيح هو سيصعد إلى الدرجة العليا يلتحق بآبائه ولكن إحساسه بالنعمة قد يكون أقل منهم حسب اختلاف درجة الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا في هذه الآية الشريفة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني الذرية أيضا تكون مؤمنة، لأن إذا الذرية كانت كافرة لا قابلية لها لكي تدخل إلى الجنة ولكي ترتقي إلى درجة الآباء المؤمنين. لذلك شرط ارتقائها الإيمان "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم" لماذا؟ حتى يتنعم الآباء بأبنائهم فإن في ذلك قرة عين لهم ثم الله سبحانه وتعالى يقول وما التناهم من عملهم من شيء يعني هذا الالحاق ما يكون على حساب الاباء بان ننزل الاباء من درجتهم العاليه الى درجه الابناء غير العاليه لا لا ننقص ما التناهم يعني ما انقصناهم وما التناهم من عملهم من شيء كلا الامر هو إصعاد الذرية لا إنزال الآباء ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول كل امرئ بما كسب رهين لا تتصور أنت آباءك مؤمنين وأنت هسه مؤمن خلاص أنت من أهل الجنة ويحق لك أن تفعل ما تشاء كلا إذا عملت السيئات تحاسب عليها وتعاقب عليها إن لم يغفر لك الله سبحانه وتعالى أنت رهين بعملك تفك رهانك بالعمل الصالح دخلت الجنة آبائك درجتهم أعلى منك يصعدك يصعدك الله سبحانه وتعالى إلى درجة آبائك زين هذه هي الآية الشريفة لهذه الآية الشريفة مصادق مختلفة والذين آمنوا منهم مصادق مختلفة واتبعتهم ذريتهم من هم الذرية أيضا مصاديق مختلفة مثلا ما المصاديق ما روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أطفال شيعتنا تربيهم فاطمة وقوله ألحقنا بهم ذريتهم ذريتهم قال يهدون إلى آبائهم يوم القيامة يعني الموالون لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا ماتوا وهم صغار، يعني أبناء الموالين ماتوا وهم صغار، كان جنينا، كان رضيعا، طفلا صغيرا. هذا ما دام أبوه مؤمن، الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بغير حساب، يتفضل عليه. هذا المصداق الأول، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني الله سبحانه وتعالى حكم بأنهم مؤمنين. الآن الطفل طفل المسلمين يحكم عليه بالإسلام، طفل الكفار يحكم عليه بالكفر، مع أنه قد لا يشعر شيئًا، لا يعي شيئًا. لكن كأحكام تجري على طفل المسلمين أحكام الإسلام، وتجري على طفل الكفار أحكام الكفار. هذا مصداق. مصداق آخر أن الأبناء قصر عملهم عن عمل الآباء فالله سبحانه وتعالى بفضله يكمل عمل الأبناء فيلحقهم بالآباء عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحق الله عز وجل الأبناء بالآباء ليقروا بذلك ليقروا بذلك أعينهم مصداق ثالث ذرية فاطمة عليها السلام هؤلاء إذا كانوا مؤمنين الله سبحانه وتعالى يشفعها فيهم فتشفع لهم في يوم القيامة مصداق آخر اللي يذكر هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده الرسول والأئمة الذين والذين امنوا من المصادق امير المؤمنين ومن قبله رسول الله صلى الله عليه واله هما اول المؤمنين اول المؤمن رسول الله وانا اول المؤمنين ثم اول من امن بالرسول صلى الله عليه واله امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام رسول الله وامير المؤمنين افضل من سائر الائمه. لكن, رس لكن الله سبحانه وتعالى يلحق الائمه برسول الله وبامير المؤمنين هسه في الجنه في الدرجه وفي الحجه، هذا الشاهد هنا. يعني كما ان الله سبحانه وتعالى جعل الحجه لرسول الله. في نبوته الدليل العقلي على النبوه. وبشاره الانبياء السابقين وهو الدليل النقلي. والله سبحانه وتعالى صدق رسول الله محمدا صلى الله عليه واله بالمعجزات. كذلك بالنسبه للائمه العقل كما يدل على لزوم النبوة كذلك يدل على لزوم الإمامة وكما بشر الأنبياء السابقون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله كذلك الرسول صلى الله عليه وآله أخبر المسلمين بالأئمة وكما كان لرسول الله المعاجز فللأئمة عليهم الصلاة والسلام المعاجز بإذن الله وكما ان المناوئين لرسول الله ارادوا اطفاء نور الله، لكن الحجه تمت، لم يتمكنوا من كتمان الايات على رسول الله صلى الله عليه واله والدلالات، كذلك الذين ناصبوا العداء اليه، الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هؤلاء لم يتمكنوا من اطفاء نور الله سبحانه وتعالى ومن دحض الحجه او كتمان تلك الحجه. فكما ان الله سبحانه وتعالى الحق الائمه بدرجه رسول الله ولرسول الله فضله والحق الائمه بدرجه امير المؤمنين ولامير المؤمنين فضله كذلك في الحجه. عندنا في حديث شريف عن محمد بن مسلم، وكان محمد بن مسلم من فقهاء اصحاب الامام الباقر والامام الصادق عليهما السلام. قال سمعت ابا جعفر وجعفر بن محمد يقولان عليهما السلام: ان الله تعالى عوض الحسين من قتله ان جعل الامامه في ذريته والشفاء في تربته واجابه الدعاء عند قبره، ولا تعد ايام زائريه جائيا وراجعا من عمره. الله سبحانه وتعالى عوض الامام الحسين عن استشهاده بهذه الامور الاربعه. الامامه في ذريته، الشفاء في تربته، اجابه الدعاء عند قبره، واذا عمر الزائر الله قدر له عمرا معينا، مدة الزيارة لا تحسب من عمره يعني إذا شهر كان في الزيارة والمقدر إلى أن يعيش مثلا سبعين سنة راح يعيش سبعين سنة وشهر لماذا؟ لأن الشهر الذي كان في ضمن السبعين في طريق الزيارة هذا لم يعد من المقدر له فلذا يعيش سبعين سنة وشهرا كما ذكرنا زين محمد بن المسلم سمع هذا الكلام من الإمام الباقر ما خطر في باله السؤال، لكن هو فقيه كان والفقيه تعلم عند الإمام الباقر وعند الإمام الصادق ازداد علما عندما سمع هذا الكلام مرة أخرى من الإمام الصادق خطر في باله السؤال، قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام في هذه الخلال تنال بالحسين فما له في نفسه هذه الامور هذه منافع للاخرين الاخرون وصلوا الى هذه المنافع ببركه الامام الحسين يعني ذريه الامام الحسين اصبحوا ائمه هذه منافع للذريه المريض باستعمال التربه الله سبحانه وتعالى يشافيه المريض يشافه صاحب الحاجه الله سبحانه وتعالى تحت قبه الامام الحسين يقضي حاجته صاحب الحاجه انتفع الزائر انتفع الله سبحانه وتعالى ما عده من عمره فتره الزياره هو الامام الحسين شنو حصل؟ فما له في نفسه قال ان الله تعالى الحقه بالنبي فكان معه في درجته ومنزلته ثم تلا ابو عبد الله عليه السلام هذه الايه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم الى اخر الايه ويبقى لرسول الله فضله وكما ذكرنا فيما مضى كل امام من الائمه الله سبحانه وتعالى الحقه بدرجه الرسول ولكن كل واحد بكيفيه الامام الحسين عن طريق استشهاده وكل واحد من الائمه عن طريق اخر وكذلك الحجة يعني كما جعل الله سبحانه وتعالى الحجة لرسول الله جعل الحجة للأئمة عليهم الصلاة والسلام عقلا ونقلا وعن طريق الإعجاز وعن طريق عدم تمكن المغرضين من كتمان حجتهم فلله الحجة البالغة فلذا في هذا الحديث الشريف يقول الإمام الصادق قال الذين آمنوا يعني الآية تقول والذين آمنوا منهم هذا من المصادق النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام زين واتبعتهم ذريتهم بإيمان وذريتهم الأئمة والأوصياء صلوات الله عليهم الحقناهم بهم ولم ننقص ذريتهم الحجه وما التناهم حسب هذا التفسير او التاويل يقصد به ما التنا الذريه حسب التفاسير المصادق الاولى التي ذكرناها وما التناهم يعني الذين امنوا الاباء لكن حسب هذا التفسير او التاويل وما التناهم يعني الذريه ولم ننقص ذريتهم الحجه التي جاء بها محمد صلى الله عليه واله في علي عليه السلام، وحجتهم واحده وطاعتهم واحده، يعني ما يدل على نبوه الرسول صلى الله عليه واله يدل على امامه الائمه عليهم الصلاه والسلام، بنفس الكيفيه وعلى نفس المنهج، وكما ان الله امر بطاعه الرسول امر بطاعتهم فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام، قال: نحن في العلم والشجاعة سواء، وفي العطايا على قدر ما نؤمر. هنا في هذا الحديث الإمام الكاظم يبين جانبين من الجوانب التي ترتبط بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. جانب يرتبط بانفسهم، وجانب يرتبط بعلاقتهم بالناس. اما الجانب الذي يرتبط بهم بانفسهم، فكلهم من نور واحد، ومن شجره واحده، وصفاتهم النفسيه، وملكاتهم القدسيه واحده، وما ذكر في الحديث من العلم والشجاعه من باب المثال، والا في سائر الامور ايضا هم متشابهون ومتساوون هذا فيما يرتبط بانفسهم خلقهم الله من نور عظمته ارواحهم وخلق اجسامهم من اعلى عليين وعصمهم وفضلهم وامر بطاعتهم وما الى ذلك في كل هذه الجهات هم سواء اما فيما يرتبط بالناس وفي العطايا على قدر ما نؤمر. يعني الله سبحانه وتعالى امر الرسول في مكه بالكف عن القتال والجهاد. وفي المدينه اذن له. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. هذه في المدينه، اما في مكه قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمير المؤمنين كذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالكف بعد رحيل الرسول العظم صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك أمره بالنهوض والإمام الحسن والإمام الحسين وكذلك سائر الأئمة بعض الأئمة كانوا في تقيه شديده الله سبحانه وتعالى امرهم بان لا يتكلموا للعموم وانما يتكلموا للخواص وبعضهم كانت التقيه في زمانهم اقل واخف كالصادقين الامام الباقر والامام الصادق عليهم الصلاه والسلام فالله سبحانه وتعالى امرهم بنشر العلم وهكذا وفي العطاء كذلك أحيانا العطاء المادي أحيانا يعطون أكثر وأحيانا يعطون أقل حسب الحكمة والمصلحة قال الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا بالنسبة إلى الحديث الثاني وأما الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن الحارث بن المغيرة النصري أو النظري عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرا واحدا بعدين الإمام الصادق عندما ينقل كلام رسول الله صلى الله عليه واله حتى واحد لا يتوهم أنهم في الفضيلة سواء قال فاما رسول الله صلى الله عليه واله وعلي فلهما فضلهما. نحن في الامر والفهم. لعل المراد بالامر يعني في الخلقه. ولعل المراد بالفهم العلم. الله خلقهم واصطفاهم بكيفيه واحده. وعلمهم جميع العلوم. إما مباشرة أو بواسطة، يعني الرسول تعلم من من الله سبحانه وتعالى وعلمه الأئمة. طبعاً في رواية أخرى نفس هذا الحديث بهكذا عبارة: نحن في الأمر والنهي. هذا أولاً. ثانياً: والحلال والحرام يعني العلم. العلم بالحلال والعلم بالحرام وهذا بعد الفهم من باب ذكر الخاص بعد العام يعني في جميع العلوم سواء وفي علم الشريعة أيضا سواء لان الله علم الرسول جميع علم الشريعة علم الشريعة والرسول علم ذلك العلم جميعه لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام نحن في الأمر في الخلقة والفهم العلم والحلال والحرام يعني في العلم بالحلال والحرام نجري مجرا واحدة متساوون بس هذا ليس معناه التساوي في الفضيلة فأما رسول الله وعلي فلهما فضلهما الكراجيكي كما ينقل العلامة المجلسي في كتاب البحار هكذا يقول يجب أن يعتقد أن أفضل الأئمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن أفضل الأئمة بعد أمير المؤمنين ولده الحسن، ثم الحسين، وأفضل الباقين بعد الحسين إمام الزمان المهدي عليه السلام، ثم بقية الأئمة من بعده سواء، يعني الرسول أفضل الجميع. ثم امير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم الامام المهدي ومن الامام زين العابدين الى الامام العسكري في الفضل سواء يقول الكراجيكي على ما جاء به الاثر وثبت في النظر الشاهد على ما جاء به الاثر يعني هكذا رويه عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام على ما جاء به الأثر وثبت في النظر يعني عندما نحقق نجد هذا الأمر أيضا بس إذا مو كل بعض ثابت عن طريق التحقيق فعلى كل حال علمهم متساوي صفاتهم النفسية متساوية درجاتهم في الجنة واحدة لأن الله يلحق الأئمة بدرجة أمير المؤمنين وبدرجة الرسول صلى الله عليه واله ولكن يبقى لرسول الله فضله ويبقى لعلي فضله ويبقى لكل إمام فضله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علمًا ومعرفة بهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين thank you